شنو حال صارت عندي أسهل بالمطار؟ شو من الضربة يشتغل شوية ويفصل، كن هو حامي بجمر منتهي. المطار طريقة فتحه برغين 3 براغي نفتحن عن السكة والقاعدة. نجي خلينا نفتح المطار مال الجامع، ما نشوف هسه. يا الله، أول واحد هذا، هسه نشوف ثاني واحد. ثالث واحد. هذا الدش اللي مالته ما مبين. شو بقى عندنا اذا نريد نفحص الدش اللي لازم نفتح الكبس مال هذين؟ هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة. الكبس مالته بس تفتح هذا قبق يطلع الدش اللي. طبعا فحصته بالسيارة المطار نفس الشيء، بس يون بس هناك ونت ما يفر الدش اللي. هنفتح الدش نشوفه كآخر حل، بعدين هاي العقدة الثانية، بعدين آخر شي هاي العقدة الثالثة. واحد، اثنين، ثلاثة، 3 عقدات يطلع الكبس مال هذا، يطلع الدش لي هذا اللي يخرط دائما. السعر موجود بس 5000 دينار إذا صوته هسه جبنا كتر على مود أبسط من ناحية رأسه وتبدأ التحدي. أبسط من بج تنفيس، أبسط من ما أبج دار نفيس. أسهل فتحات ثاني، فتحات هاي الثالثة. هاي فتح كده، هذا اللي يضغط على الدش لي القفص مالته. اذا عندك لاوية رأسا يبتدى، ما عندك لاوية بدنا نقيس عدد شوي اصغر. هو المفروض اللاوية، ما عندي لاوية. طلع الدش المربع، هاي الدائرة ما تتفقوا عليها. هذا يطلع الدش الخارجي، هذا العطش عندي. هذا الدش الداخلي العطش.
ضربة مالته وين؟ خارطة؟ هاي الضربة. ضربة مال دشتي هاي خارطة. هاي السنة هياته. عالسته. شوف هنا أنا. لا تشل شو اسمه. البقايا. فقط انظفه وبدل دشتي اذا ما طاب كلش ما بي عندي فقط الدشتي والكسر مالته هاي الكسر عندك هاي الكسر عندي شو اسمه شربه بالمطر خليته ما يفتر هذا جاي يقعد هنا ما له علاقه بي يبقى عندنا فقط نجيب الدشلي الدشلي شوفون امامكم هاي عندي من هنا شوف شو مضروبه هاي مضروبه عندك والكسر مالتها حاشه بالدشلي الداخلي فصار عندك ما يفتر يمن المطر اليوم جبت الدشلي مال المطر مال الجام مال التيغا مثل ما تلاحظون هذا هو الدشلي اشتريته موجود سعره اخذته ب5000 دينار يقول هذا الاصلي مثل ما فتحنا طلع عندنا الدشلي كان من انا عندك السنون ضاربة عندك متكسرة وحاشرة بالمطار فقام المطار لا يصعد ولا ينزل هي هاي الشغلة الوحيدة تعطل بالمطار مال الجام بالنسبة للتيجو هسه شلون طريقة الشد مالته نرجع نشد الماء تشلي بس لازم تنتبهون على البنات على كيف يدخل مو بالقوة على كيف لان اكو ستش هنا مال مطار فمن قاعدة اقعدة على كيف زين بعدها نجي هذا البيم عشان تلاحظون هنا أنا اكو ثلاث شقوق وهنا عندنا ثلاث شقوق فتقعد ثلاث شقوق على ثلاث شقوق داخل مثل ما تلاحظون هاي شلون قعدت براحتها ثلاث شقوق على ثلاث شقوق بعدها عندنا هاي القطعة اللي هي هنا ثلاث دوائر وثلاث دوائر هنا ايضا مع تنتبه ان هذا الدشلي مالتها راسي يشد منها مو مشكلة شكل الطولاني مالته او العرضي قاعدة نجي هسه هنا هذا هيك يقعد شوف هسه قعدت شو اسمه الزروب بعدين هسه دشي هواياته طالع عندي لحق قاعد قاعد شوف هسه قاعد فرته فرة واحدة شوف بدأ ما قاعد هسه فرته فرة واحدة ما يقبل غلط اذا ما قاعد هذا مو تحصر بالقوة شوف فرته فرة واحدة الزروف فرتين رأسا قاعد ايش بقى عندنا بقى عندنا هنا لازم ادخل الواشر اللي حصر مالته كيف طبعا هو بس هنا شوف هسه هيك هيك بعدين تضغط بايدك هسه ما تحتاج كل شيء لا شوف هاي بعد ايش بقى عندنا القطعة الاخيرة اللي هي القبق مالته هذا هو نجي اللي احنا فتحناه من ثلاث بوكانات هسه نرجع احنا نشده
ايضا كبس. طبعا بعد ما دخلنا هنا تجي بالبلايز، شوف شلون تنكبس، هناك بس على كيفك لين كسر، وتضغط تكسر القاعدة هسه قاعدنا. قاعدة شوف تلاحظ هنا القاعدة صارت مضبوطة مالت القاعدة. نجي هعوج من هنا شوية، شوف هاي النقطتين، واعوج من هنا شوية هاي الكبس مالته. راح ارجع هنا ايضا هاي ثلاث بكانات. شوف هاي شويونة قاعدة مالتن. هسه نجي نربط المطار عندك بالقاعدة مالته. هاي القاعدة مالته عندك ثلاث ظروف، واحد اثنين ثلاثة، وهذا هنا راح يقعد الدشلي راح يقعد بشكل جانبي هنا. تلاحظون رأسا قاعد واحد اثنين ثلاثة، هاي هنا الثلاثة بس مين راح يشدن البراغي؟ راح يشدن البراغي عندك من جهة الظهر، من جهة الظهر راح يشدن البراغي. نجي هذا أول واحد، وهذا الثاني واحد، لازم يقعدن على راحته طبعا، أهم شي لا تسحق سن. نجي هسه على الضبانتهن، وبهيجي احنا كملنا ربط الموتور.